حذرت وزارة المواصلات المواطنين من مرتدي البحر أن شيب ليوان الواقع بين جزيرتي عها وفيلكا قد أصيب بضرر نتيجة حادث مجهول. هذا وقد قامت وزارة المواصلات بوضع إضاءة مؤقتة على الشيب كإجراء احترازي لحين استبدال الشيب بآخر جديد في أسرع وقت ممكن. أيها السادة، وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ فاضل صادق، رئيس قسم الإشراف والتنفيذ في وزارة المواصلات. بداية أستاذ فاضل، يعني هل لك أن تحدثنا أولا بالتحديد عن مكان الشيب وطبيعة الأضرار التي لحقت به؟ السلام عليكم، تحية لجميع المواطنين والمتابعين. بالنسبة حق شيب الليوان، هو طبعا أثر حادث مجهول، صدم سفينة كبيرة صدمت بالشيب وتأثر الشيب طبعا لدرجة كبيرة، مما أدى إلى عدم صلاحية حق تشغيل الأضواء الضوء اللي عليه، وكان يشكل خطر جدا، خطر شديد يعني على المنطقة اللي موجودة فيها الشيب. فإحنا حطينا كوزارة مواصلات حطينا عليها إضاءة مؤقتة على أساس نوضح أن المنطقة هذه فيها خطر، ونحافظ على سلامة أرواح المواطنين، وإن شاء الله عقب عطلة عيد الفطر السعيد إن شاء الله راح تقوم الوزارة بإجراءاتها اللازمة إن شاء الله بخصوص الموضوع هذا، وخصوص إن شاء الله تبديل الشيب هذا. نعم، طيب أستاذ فاضل، يعني ذكرت بأن يعني وضعية الشيب سوف تشكل خطورة لمرتدي البحر، طبيعة هذا الخطر يعني بالتحديد لو تكرمت. طبيعة هذا الخطر هذا، لأن الشيب هذا في الوقت الليل في الفترة المسائية ما راح يكون باين، وتقريبا راح يكون مغمور في الماء، في أعلى مد راح يكون باين منه جزء بسيط، فما راح يكون شغال ولا راح يكون يبين، يعني مو واضح حق متابعين البحر. فلهالموضوع هذا احنا حطينا عليه إضاءة يوضح المنطقة هذه أن هي المنطقة هذه خطرة، فرجاء عدم الاقتراب منها. نعم، طيب أستاذ فاضل، هل لديكم تنسيق مع باقي الجهات الحكومية؟ والله في تنسيق مع الجهات الحكومية، الجهات الحكومية كلها، على أساس أن احنا نقوم في 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 إصلاح هذه المنطقة هذا الشيب وعمل اللازم إن شاء الله. نعم، الأستاذ فاضل صادق رئيس قسم الإشراف والتنفيذ في وزارة المواصلات، شكرا لك. نؤكد إيماننا المطلق بقضائنا العادل المشهود له بالأمانة والحيلة والنزاهة وبالسلطة القضائية، وبأن كل ما أثير من قضايا هي تحت مظلة القانون وفي عهدة القضاء لإظهار الحقائق وإصدار الأحكام العادلة